السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، منورين معانا في قناة برمجيات دوت نت. أهلا وسهلا بيكم في درس جديد، درس برنامج كاشير المطاعم أو الكافيهات. طبعا ما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يصلكوا كل جديد، وشير للحلقة. طيب، أول حاجة هنشرح السيت اب للبرنامج. بيفتح معانا صفحة التحميل زي ما انتم شايفين. بننتظر ثواني فقط مش اكتر. يظهر معانا صفحة تسجيل الدخول، هنختار تسجيل الدخول ادمن، الباسورد 1111 ولوجن. دي واجهة البرنامج زي ما انتم شايفين. طبعا معانا اول حاجة المستخدمين. طيب، إذا حابب تظهر كيبورد لو البرنامج عندك شغال تاتش أو الشاشة عندك تاتش، آسف. Always scan this section. نفس الخطوات. أنا بخش على كنترول بانل، Easy of Access Center. Start on screen keyboard. عشان أظهر الكيبورد. وأكتب عادي وأشتغل بالكيبورد. تمام؟ محمد مثلا. والباسورد 3 8 مثلا، اي حاجه. والشيفت ده مساء حفظ وضوح. تمام، خش على صفحات المستخدم من البحث. محمد برضو. هيظهر لنا الاسم اللي احنا كتبناه، وطبعا هنحدد الصلاحيات بتاعته زي ما احنا عايزين. طيب، هنا العملاء وبيانات العملاء، هنخلي استخدامها بعدين دلوقتي. الموظفين، طبعا اي موظف بيشتغل معايا او اي عامل بيشتغل معايا بحدد رقم تليفونه، اسمه، وظيفته ايه، عنوانه، رقم تليفونه التاني، اي مرافقات ليه زي صورة بطاقة مثلا، عدد ساعات العمل. على سبيل المثال احط انا رقمي. كاشير مثلا. على ساعات العمل 12 اليومية مثلا 120 جنيه او 200. طبعا البرنامج بيمشي مع المحلات او الوجبات السريعة عموما. يعني احنا دلوقتي هنخش على الموردين. المورد ده اللي انا بشتري منه البضاعة كاش فقط لا غير. هضيف بيانات المورد بحيث لو هرجع له بعد كده او هجيب ارقامه او بياناته من خانة الموردين. ما هي الا بيانات فقط لا غير. تمام، خانة المشتريات جاي لي مثلا فاتورة، اسم الصنف، بيضيف مثلا انا اشتريت النهاردة مثلا نقول اكياس على سبيل المثال 5 كيلو، الكيلو عامل مثلا 35 جنيه، هيطلع التوتال اللي انت اشتريت بيه 175. طيب، هنخش على فاتورة التكاويه. احنا بنضيف هنا مجموعة اللي هي التصنيف الرئيسي اللي بيظهر في الجنب كده. مثلا هنقول مشروبات من المشروبات، مثلا نقدر نقول ليمون مثلا، ونضيف التصنيف بتاعه اللي هو مشروبات. لو مثلا نقول 10 جنيه، قهوة سادة على روح المرحوم، قهوة مثلا، مشروبات 15 مثلا، ممكن نضيف ايه تاني، شاي، واختار التصنيف الرئيسي بتاعها مشروبات مثلا 5. طيب، تعالوا هنا كده، من هنا كده بنظهر التصنيف والاصناف معانا. مثلا الليمون اخدوا 5 قاعدين مثلا. طيب، لو نقول مثلا وجبات، ممكن نقول هنا وجبة فراخ، ربع فراخ مثلا، مع الوجبات هنقول ب55 مثلا، واللي قاعدين دول اخدوا وجبات مثلا 5 برضو. طيب،
يبقى احنا كده توتال الفاتورة 325. طيب بمجرد ما بضغط فاتورة جديدة طبعا هيطبع عندي بي دي اف، انا ما عنديش طبعة. تمام. بتنطبع تلقائي على هي الطبعة الافتراضية. تمام. لازم تخلي الطبعة الحرارية اللي عندك اللي هي موجودة طبعة افتراضية، لانك بمجرد ما بتدوس على فاتورة جديدة بتطبع وبتضيف فاتورة جديدة معاك على طول. طيب اليومية مثلا هنشرحها معاك. اليومية مثلا اسم الموظف اللي شغال ده محمد. طيب اوعى تصرف اي حاجة. هعمل استلام يومي الاول عن محمد. محمد يوميته 200 جنيه. مثلا محمد عايز من 250، عليه خصم في غلط مثلا او حاجة بوظها الله يسهل له 20 جنيه. هاجي اعمل استعلام عن محمد في يوميته النهاردة 200، عليه خصم 20، خصم 70، يبقى هو باقي له 130 جنيه. تمام. لازم تاخد بالك قبل ما تصرف حاجة. تمام. محمد جه ماشي مثلا هياخد الباقي اللي عليه، هيبقى 130. انا بمجرد ما بعمل استعلام هنا محمد له 130 جنيه. في خانة المدفوع بحط له المبلغ بتاعه حفظ وضف. اي حاجة بشتريها مثلا وانا قاعد على الكاشير في حاجة محتاجينها ولا حاجة بسجلها مستدلات على طول. الالتزامات مثلا جالك فاتورة كهرباء، فاتورة تأمينات مثلا، مرادية العمالة بتنزل لك طلب، اي حاجة بتبقى مصروفات اخرى، مصاريف شخصية ليك انت مثلا. برضو بتتسجل. طيب لو انا مثلا عايز اتنقل ما بين التلات فواتير، تيكاوي او ديليفري او صالة، برضو متاح. لو انا هدخل على الصالة دلوقتي مثلا، الصالة اللي شغالة حاليا رقم 2. تمام. خدت ليمون وخدت وجبة برضو. في ضريبة خدمة، بمجرد ما بضغط على الضريبة بحدد الضريبة بتاعة السفرة مثلا. في طلبات بتنزل، حاجات بتنزل، إضافات، دي بتحط لها ضريبة خدمة. حابب برضو براحتك، مش حابب ومجدية معاك زي ما تحسبها، يبقى هو حسابه كده 70 جنيه. طيب بمجرد برضو ما بضغط فاتورة جديدة بيطبع لنا على الطبعة الافتراضية اللي هي اللي محطوط عندك، وعلى طول بتحفظ. تمام. الدليفري طيب، اول ما تيجي في فاتورة الدليفري تختار اول حاجة، لازم اكتب رقم العميل 011305765 مثلا، اسم انا محمد، رقم تليفون تاني اذا كان موجود مثلا، العنوان بتاعه وبيتهم، خدمة التوصيل على حسب المسافة مثلا، خليه هو في مدينة نصر على سبيل المثال 30 جنيه. اعمل حفظ واضافة. اجي هنا من اضافة عميل واختار الرقم على طول. تمام. اسم الطيار اللي هيخرج بالاوردر ده، لو في اي ملاحظة هيحطها مثلا، قال لك ابعت لي باقي 100 معاك او باقي 200 مثلا. تمام. حالة الاوردر دي تم الانتهاء، انا كده تم الانتهاء، انا باخد الاوردر. تمام. هو طلب مثلا 3 وجبات وطلب عصاير وكده وقهوة واحد. تمام. يبقى انت كده بيحسب لك التوتال بتاع الفاتورة كامل بالاضافة لخدمة التوصيل، يبقى هو محتاج منه 230 جنيه. طيب نطبع الفاتورة، هنقول مثلا 16 دي بي دي اف. عايز اتابع الطيار ده النهاردة، يعني الطيار ده انا عايز اتابعه محمد، تم الانتهاء. طيب هو مطلوب من محمد 230 جنيه، اول ما يجي هغير هنا تم التوصيل وهكتب 230. طيب في مشكلة، لو محمد رجع بالاوردر مرتجع هشوف السبب للاوردر ان هو رجع، سواء كان اي مشكلة هعددها، يبقى كده الاوردر ده اتلغى واتكنسل، يبقى محمد ممكن احط عليه خصم. محمد ده اذا غلط ده هيتحط عليه خصم. تمام. الاوردر وصل وتمام، يبقى تم التوصيل، وادي 230 230. يبقى انا كده بستلم الفلوس من الاوردر. طيب نرجع تاني لتقفيل الشفت.
النهارده ايه مثلا؟ النهارده 9. اللي كان شغال على الشيفت ده مين؟ ادمن. المبيعات النهارده ب 625، المشتريات ب 175، المصاريف التانية 50 جنيه، اليومية اللي اتصرفت 180 جنيه، الباقي في الدرج مع الأستاذ 220. طب لو أقل؟ لو أقل مثلا 200 يبقى كده أخينا عليه عجز 20. لو هي أكتر هيبقى عنده زيادة كده 20. تمام. نرجع بقى للخزينة. أنا عايز مثلا أشوف تقرير الخزينة، اللي دخل في الخزينة النهاردة إيه؟ 240 جنيه. عايز أعمل تقرير مجمع مثلا وأعرف أنا ببيع إيه، إجمالي المبيعات عندي إيه، إجمالي المرتبات اللي بتتصرف مثلا في خلال شهر، في خلال يوم، في خلال سنة، زي ما أنت عايز، في خلال سنين كمان، وبعرف انا بكسب ولا بخسر ولا ايه، عشان احد من التكلفة عندي او اي حاجة. تمام. يبقى من تاريخ لتاريخ مثلا، هنقول مثلا لو هو على سبيل المثال انا من 9 لسه شغال، مثلا 9 لحد 10، يبقى لي يوم مثلا عايز اعرف اليوم ده انا عملت فيه ايه، بيع ب 625، صرف كذا كذا. المهم ان بيجيب لك مكسبك في الاخر او صافي الربح المفروض يبقى باين لك انت. تمام. وبتعرف تحدد اذا كنت بتكسب او بتخسر او ايه دنيتك، او تحد من التكلفة في اي بند من البنود اللي انت شغال بيها كمحل. طيب اللينك بتاع الكورس انك تعمل برنامج زي ده هتلاقيه في اول الوصف في الفيديو، لينك تحميل البرنامج ده هتلاقوه في الوصف في الفيديو، اللينك التالت هيكون للاسم المستخدم وكلمة السر. تمام. او شوية بيانات في تكست كده، ولو احتجت لأي حاجة رقم التواصل موجود على البرنامج موجود معاك في الوصف، ونشوفكم ان شاء الله في درس جديد. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.